المباراة. إذا جون بول وكرة القفز دوب ريث مع سلوفيني مارتن، أمريكي مع السلوفيني، سلوفيني عم بينجح بأول بوزيشن وأول كرة إذا بتكون عند النادي، وعم بيلعب ببطولة الفي تي بي اللي بضم مجموعة من الفرق الروسية والفرق البيلاروسية. أول كرة عند دافون جونسون، ديمتري بياخذ الشورت كورنر وأول تو بوينتس لاعب ارتكاز وبيقاتل على المتابعات الهجومية بصراحة سنتر على أعلى مستوى. عموما هذا كيفن ميرفي بيأتي بأولى نقاط النادي الرياضي بالجيم. أو كرة محاولة درايف على الباسكت تتسجل الجامب شوت من نفس المسافة. أمامنا هذا المدرب الروسي روز 4-4. هنا محاولة درايف على الباسكت ضاعت، كرة تحت السلة 2 بوينتس هايك هرب من الفاول، مارتن سجل، دافون جونسون رانينج جيم روستوم 1-2 مارتن تحت الباسكت أب أند إن روعة. حلو كتير لعبهم، كتير تجيهم فرصة لحسم المباراة ما بيعرفوا كيف يحسموها. عموما أمير بحاول يفنش الروعة، روعة لفرنس، أول نقطتين للفرنس بالجيم. تعب على أمير سعود مباراة الأمس، مش سهل تلعب مباراة كبيرة في السيمي فاينل وتأتي تلعب مركز ثالث رابع، وحاليا مارتن القادمين من سلوفينيا بيسجل نقطة الخامسة. كير رائع جدا، كريم كانوا عم بيسمعني راح أول ذا واي كيك، كرة على الكورنر أول من سجل الرياضي أمام الكويت، الكويتي 3 بوينتس كان هايك وحاليا هايك. أول من أمير عم بيدافع على لاعب أطول منه لغاية هلا ما استفادوا منه، عموما اللاعب اسمه ماكسيم. عموما هون 3 بوينتس جديدة لنادي أستانا، أستانا بيضرب بثاني محاولة من حتى بأي لعبة بأي مكان، حتى في الكرة الطائرة إذا بنصابوا التنين المعدين ما بتقدر تلعب اي لاعب تاني يلعب معد بالفولي بول او حتى بكرة الملعب. واندرسون مسؤولية كريم على الديفنس، كيفن ميرفي دوب ريف واحد لواحد راح يسجل عليه، راح يسجل. واو نايس سبين يا جماعة، رائع جدا هالسبين، وداه بالشرق وراح بالغرب على الريباوند، وكريم صار على الفاست بريك اب اند اند. اللاعب اللي احتفل بعيد ميلاده يوم كل هالبطولات قدر يربح هالبطولة ما ربح، العام المقبل راح ياتي بشكل قوي. وحاليا اندرسون بروح بشكل قوي امام تيز، على فكره لغايه الان النادي الرياضي عنده زيرو فاول، زيرو فاول، وهذا عشان هيك عم بفهم انه ما عم بيدافعوا بشكل كبير، لكن هذا الدفاع راح يكون قاتل. اندرسون هاند اوف بحراسه كريم راح يكون اقوى عليه، شوف كل مره بيكون عنده الكره بيعملوا عليه دبل تيم ليطلعوا الكره من ايده، وانا مع الاستراتيجي، لكن رائعين جدا فريق استانا كيف شايتين ثلاثه من اصل ثمانيه. جود جوب. نرجع كيكانوفيتش، هاي مباراة على فكرة بتناسبه تماما كيكانوفيتش لغاية هاي أول 2 بوينتس ده. لكن ذكروني اللاعب البوسني كان قدر يتواجد في الدوري التركي قبل هيك. عموما خلينا نشوف محاولة درايف على الباسكت، كرة 2 بوينتس من جديد، بعتقد بوزيشن دائما عند كيكا. كيفن ميرفي بياخذ الجام شوت على المسافة المتوسطة، مش معقول مش معقول، شو كثير عند كيفن ميرفي. كيفن بيطلب الكرة، كيكا تحت الباسكت بيحاول يطلب الكرة كمان بدور، راح يعمل اوفنسيف ريباوند، لا ميرفي بياتي بكل ولعب فولا برادا في الدوري الاسباني. روستوم مقطوعة فيها فاول من حسب. نرجع عند ديمتر، انا كان برايي يريح شوي دوب توماس ريث وياخذ لاعب سنتر لانه بلال طبارة بيقدر يقاتل اكثر. عموما اندرسون بيضرب بثري بوينتس جديده لاستانا، ودوب توماس ريث حاضر على التسجيل على الريباوند وحاليا على البلوك، وكي زي بالنقطه الرابعه في المباراه، رابع نقطة لكريم زينون. وعلى الجانب الآخر لا رح نتكلم على لاعبي الفريق أستانا، حتى بيلعبوا بعشر لاعبين بعض الأحيان. كرة على الثري بوينتس، أندرسون باك تو باك بيربحوا برميات حرة، معناها ديوب توماس ريث عاملهم قلق عاملهم إزعاج دائما مش بس لأستانا لكل الفرق في المنطقة. أمير بياخذ نقطة الرابعة بالجيم، أخيرا بيسجل تحت الضغط. دافون جونسون بيحاول، كرة عند لاعب ما بيرحب على مسافات، لاعب بيعجبني كثير على فكرة، هاللاعب اللي عنده الكرة بيعجبني كثير من أول لمسة له، يطلب الكرة بالإنسايد، ارمي له إياها ارمي له إياها، تلعب واحد لواحد، إذا في دبل تيم يقدر يمشي هايك، يقدر يمشي أمير، وبيقدر يسجل، قلت لكم راح يوصل 20 نقطة. وذكركم الوحدة والأهلي، هنشوف هالكرة طبعا ما ننسى الجلاء، وحاليا هون في 3 بوينتس اللاعب اللي كثير بحبه بياتي بيتعلى ال 3، راح يشوت على ال 3 ولا والله قرر يمر عند ديمتري، ممكن يسجل بالفعل ديمتري ممكن يسجل، لكن عم بيكون ديمتري لاعب الارتكاز عم يتفوق عليه حاليا بتسع نقاط. كيكانوفيتش عنده 7 بوينتس، وحاليا كريم زيهون بيسجل على اليورو ستيب مع اخر لحظات. ممتاز يا موسيقار، نقطته السادسة، وإذا بتتفرجوا على العالم راح يشوف حتى لاعب أضخم وأقوى من مارتن. عموما الكرة عند دافون جونسون بياخذ كرة على الثري بوينتس، سابع ثري بوينتس لنادي أستانا، صاحب ال 10 بوينتس كيفن ميرفي. كيفن على مسافة الثري بوينتس لسه ما سجل أي واحدة، هايك ثاني محاولة له بنجاح، الروعة يا جوكر. سارة يوم ذلك أندية بيلاروسيا، أندية روسيا عم نحكي عن سيسكا، عم نحكي عن كيمكي، بنحكي عن زينت سان بيترسبرغ، حتى نادي كرة عند روستوم، اكسترا باس عند مارتن، اخذ كل وقت وراح على الباسكت. شو لعيب شو لعيب، منك شو حريف باسكت انت يا مارتن، قادر يكسب
رميات حره بشكل كبير، وكيفن ميرفي بيقدر يكسب رميات حره جديده، راح على الباسكت وكيفن ميرفي ب 2 بوينتس، وكيفن ميرفي نقطه 12 مباراه، كيفن على الفري ثرو 2 اصل 4، الرياضي بهالامسي على الفري ثرو 16 اصل 18، والرياضي الاهم حاليا عم بيرجع ليعمل الكامباك ويعملها تاي جيم 54-54، واللعب رقم 55 امامنا كيفن ميرفي بنقطه 12 بالجيم. الرياضي كان متاخر 37-23 فرق ال 14 نقطة، الالعاب ما بيمشوا، لذلك في الباسكت بول البوينت جارد اساسي، وحاليا هذا لاعب شوتر ما بيرحم على الارك، الكرة ضايعة، الريباوند عند البرنس، لا راحت عند رستم وفيها فاول على الامير، من حسب الكرة عند رستم ياخذ الجام شوت، جود جاب لرستم كابتن نادي استا، ما حدا سجل غير هايك 2-12 عموما الفريق الكازاخي على الاوفنسيف ريباوند، ممتاز هذا اللاعب السلوفيني فصل ولا هو الكرة من حقه لهاي من حق النادي الرياضي، الكرة من عند مارتن، عشان بنقول كثير هاللاعب و2 بوينتس لمارتن. خير نرجع عند كيفن ميرفي، كيفن كروس اوفر 1-3، راح كيفن مش معقول شو قوي، لكن هايك استناها، هايك مسكها، هايك شاتها 3-3 بوينتس الرياضي بالجيم كلهم عن طريق هايك، روعه الجو. لازم لا زميلك اللي عنده الكره يشوفك ليقدر يمرر لك، ولا يقدر يشوفك لازم تكون على الخط الرياضي بالمان تو مان، هون في جود سكرين طباره، كنت تو ليت بالدفاع، انت بتتحمل مسؤوليه طباره، هذه 3 بوينتس حل عليه. نرجع عند استان عم بيستفيدوا من سكند شانس، الرياضي اذا ما بده يركض صعب كثير يعمل الكامباك، بدك تركض تعمل كلوز اوت وما تعطي سكند شانس الامر رح يكون افضل، لكن رستم بيضرب على 3 بوينتس ممتاز يا رستم. نرجع دائما عند امين درايف، امير بيعطي ايزي بنتريشن، ايزي بنتريشن قدر يسجل بكل سهوله، مش بافضل احواله مع بدايه هالكوارتر، نتيجه 8-2، سو من الواضح تماما مشكله النادي الرياضي هجوميا، وحاليا دامون جونسون بي تانك و10-2 النتيجه، والفارق يتسع الى 10 نقاط، ومن حقه هو اللي راح على البنش، ما بعرف ليه اذا عنده اصابه او لا، لكن ما شفته انه تبديل انه ريف على البنش وكيكانوفيتش يبقى. كيفن ميرفي بعد دخوله مباشره على ارض الملعب بياتي بنقطه، وكذلك علي منصور عم بيغيبوا عن هالمباراة والمباراة الماضية للإصابة، كيكانوفيتش بقى على أرض الملعب وقت كثير طويل، كرة دائما عند اللاعب الوحيد اللي سجل للنادي الرياضي على الثري بوينتس، هايك كما أنت رائع، هايك 4 ثلاثيات كلها عن طريق هايك على الثري ثروز بهالأمسي أو حتى 88، نتكلم عن 22 رمية حرة من أصل 25، كرة عند أندرسون بياخذ جام شوت بدون أي دفاع من أمير، وحاليا باسكت لأندرسون، بتعطي إيزي باسكت وما تسجل أمرك صعب، كيكانوفيتش رايح لنقطتين جداد، ليه بتأخر؟ اطلع اطلع بسرعة وسجل، طبعا لاعب بوينتس غير هايك في المباراة، هايك 4 ثلاثيات لواحد من أصل 8، ما حدا سجل غير هايك، أمير بيتحدى وبيدخل تحت الباسكت، برافو عليك، إذا بتقدر كل مرة تروح لكريم، ثالث ريباوند لكريم، هايك الوحيد اللي سجل على 3 بوينتس بهالجيم، شو هاللعيب، شو هالروعة وشو هالحلا، مسامحك باللي صار معك، ريث بيتردد، توصل عند هايك ريف هايك اون فاير على 3 بوينتس، واو بيج باكيت رائع جدا، وحاليا البطوله كرة عند ماركيل جونسون، ماركيل دامون جونسون بنقطتين جداد وايده اليمين، وراح فاز بالدوري القطري يوما ما وفاز بالدوري التونسي، بعدين الامر بيفرق للغايه، حتى كان تركيبه اللاعبين اجانب اختلفت، عموما هون في 3 بوينتس واحد من اللاعبين بحبهم كثير، بحب هيك نوعيه من اللعيبه، 8 نقاط لرسلان، الفارق بروح ل 11، كرة عند هايك، شو مبدع، شو رائع جدا يا هايك، هايك اون وبيروت وهومنتمن فاز مع 3 انديه، وديوب ريف بيحاول يقلص الفارق 92-87، اخيرا لاعب غير هايك بيسجل على الارك، واخيرا ديوب ريف بعد 5 محاولات ياتي بمحاولته الاولى الناجحه، اصبح برصيده حاليا 23 نقطه مع 13 ريباوند، الفارق بينزل ل 45 ثانيه اخيره، النادي الرياضي ب7 ثلاثيات 6 منهم لهايك وواحده منهم للاعب اللي امامنا القادم من جنوب السودان، لكن كاصول لكن هو لاعب منتخب استراليا ديوب ريف اللي لعب تروح له، عموما راحت عند ديوب ريف الى كيفن ميرفي لقطها بياخذ كره على الثري بوينتس، كره ضايعه، استان عم بيربح المركز الثالث مشاهدينا الكرام 94-90 لهم مبروك، وحظ اوفر للنادي الرياضي اللي بيحتل المركز الرابع بهالبطوله بكل الظروف، النادي الرياضي قدر يوصل الى السيمي فاينل، ادى مباراه قويه جدا يوم الامس، استانا اذهل الجميع بصراحه وخسر، لكن اللي اذهل الجميع بطبيعه الحال